السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ عساكم بخير، وش مسوين وش علومكم؟ أحب أشكركم في البداية قبل لا أدخل في اللعبة على الحلقة الماضية وعلى اللايكات الجميلة اللي أعطيتوني إياها، شكرا. اليوم عندنا الحلقة الرابعة من بانش كلب، والله صارت سلسلة هذه 4 حلقات إلى الحين والله. الحلقة الماضية تعرفنا على روي صديقنا هذاك اللي رحنا معاه البار ودعدعنا معاه، وبعدين تعرفنا على أخته أيدرين واللي كانت معجبة فينا، مو فيني أنا بس، هذا المعضل اللي جالس الحين فلكسين كذا يسوي، ما ادري ايش بنسوي عاد اليوم. الظاهر ان انا ودي ابغى ان نوصل في البطوله اللي احنا فيها العاديه هذه الى رقم اعلى، بس المشكله الوحيده لا ما عندنا مشكله لان اغلبهم 3 حركات، هذا يوصل 5 يلعب بليسه، فهذول كلهم حركاتهم مره قويه. كثير من الناس قالوا لي، قريت الكومنتات، ترى انا اقرا الكومنتات على فكره، كثير من الناس قالوا لي انه حاول تركز على واحد من الطاقات هذه، لا تركز عليهم كلهم 3 في نفس الوقت، ركز على واحدة فيهم بس وبعدين ابدأ ادعس في الباقيات. فراح اسمع الكلام، ببدأ ركز على سترينث الحين، بخلي هذه شوي على الجنب، بركز على سترينث عشان الطاقات تصير اقوى. اوكي خلنا نطلع لل، انا وين كنت ابغى اروح؟ اروح الكافيه، خلونا الكافيه نشتغل شوي، نسوي ناخذ نجمع لنا كم من قرش. يا اخي وش اسك اباوت ذا سبيشال بيتزا؟ وش ذي؟ Looks like special pizza is popular. Yes, business is going well. You want to try spiced pizza? My treat. Yeah, it should be tasty. Take one. By the way, I have a special order which needs to be delivered. Okay, هذا عنده توصيل. No problem, Casey. I'll take care of the delivery. ايش السالفة؟ وات؟ ايش السالفة؟ من وين طلع هذا؟ اوكي هذا بيفقع وجهي الظاهر. نينجا تيرتل يا عيال. هلا والله بالكومبوز. كفو والله عبد الصمد. والله شكله الستامنا حقه بيروح فيها، هو بنفوز عليه. قاعد يتحارب مع نينجا تيرتل يا عيال. بس اليجيتر تيرتل، اليجيتر نينجا. نينجا تمساح. كفو والله عبد الصمد اديله. عطوا واحدة تطح امه. كفو! الزبدة بنفقع وجهه عيال، بنفقع وجهه وحركاته اللي مرة كثيرة، أول مرة أشوف ذا الشيء. أسلم يا عبد الصمد. كفو. صار 0. عطوا واحدة. واحدة. الزبدة ليش هيلث قاعد يزيد يا أخي؟ ولا يتهيألي أنا. عطوا واحدة. ابطح امه يا عبد الصمد. امشي لا يخلص استامنا حقك، تكفى يرحم امك، لا يخلص استامنا حقك لا يخلص يرحم ابوك. انا اسف اذا جيت قاعد اصارخ بس والله متحمست. اديله. يلا الحين بيطيح. عطوا واحده. كفو. الزبده يا عيال بنفوز على تمساح نينجا تمساح. روح يا بطل. اديله يا عبد الصمد. كفو. اصبر خلني اعدل جلستي يا شيخ. الله اكبر الله اكبر. تكفى عطني شيء قوي اذا فزت عليك، ارحم امك. عطني اللبس حقك مثلا، ولا عطني بوينتس عشان اصير مره قوي، ولا علمني حركه على الاقل، ارحم ابوك. فايت مره ثانيه. اتوقع بيعلمني حركه بعد ما افوز عليه اظن. يقول لي ام سوري ماي بوي تيك ذس، ويعطيني يعلمني حركه اسويها كذا دبل كيك. هلا بالعيال. عطى واحدة يا عبد الصمد، واحدة قوية مرة كذا أم في الأرض. تكفى. شت 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 شت. لا عطى واحدة. الله أكبر. فزنا على نينجا تمساح. كم عطاني؟ 8. أوه عطاني كوينز. حلو. That was good fight. Thank you. Beat Bill. It was hard but you kicked the green ass. Come back later my brother Mark would like to fight with you too. اوكي تعرفنا على مارك الحين. حلو. That was weird. I know. What? خلنا نرجع البيت. ناكل لنا اكل. و يبغالي اروح اشتري لحم يا شيخ من هذا. غلطان يا اخي، يبغالي ما اجلس اضغط مرتين ورا بعض ان حق الاكل عشان ما يعبيه مره ويصير فيه اصلا فايض زياده، يعني ما تسوى. والله ذا ما في بطولة جاية منا في واحدة بكرة يبدأ التسجيل فيها، فنقدر نتمرن الحين لين يبدأ التسجيل في البطولة.
بالمناسبة نسيت أذكر ترى من زمان إنه اللعبة موجودة على الجوال. ذكروني الشباب قبل فترة إنه اللعبة موجودة على الجوال. أنا ما ألعبها على الجوال فما كنت أعرف. فاللي حاب إنه يلعبها على الجوال تراها موجودة. Next fight tomorrow. بكرة مطاقة يا عيال. بكرة مطاقة. فيمدينا الحين نرفع أم هذا الخمسة يصير 3-5-5 أو 4-5-5 حتى. هنشوف الحين. مرة هنا. تخيل يا أخي حياتك تصير كذا. في ناس يعرفوا ترى حياتهم كلها بس كذا. أكل نوم تمرين. بس ما عنده أي شيء ثاني يسويه. حتى كل أخويا نفس النظام يعني ما. يمكن إلا أنا خويه فأنا ماني بزيه يمكن. أنا الوحيد الضار من أخويا اللي ماني براعي جيم. هم ماني راعي جيم يعني عادي ما عندي مشكلة أروح الجيم بس إنه. هذاك حياته بس جيم واكل ونوم بس ما عنده اي حركات ثانيه يسويها في حياته ولا عنده ولا شيء ثاني يسويه في حياته كفو اوكي فايت هذا بنفقع ابو وجهه بعد يلا شوف يا حبيبي مفكر اصلا اسوي سكيب للفايت ما ادري ليش لانه ما في امل الضار يفوز علينا الا والله اذا طيح الستامنا حقتي مره تحت اوه لا ابو صابت صمد يا كفو كبير شوف الكومبوز يا بطل ليش اذا هو ضربني انا وخرت تنقص استامنا مرة كثير والله 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 الزبدة قامت بقيس قام تلكيم مو بصاحي يا عيال عرفنا الخطة حقتنا الحين وش نحط التلكيمة حسيت اني قاعد اقول تلقيمة شاهي يعني شت الزبدة لازم يعطيه عبد الصمد لازم يعطيه واحدة الحين تعدم حياته اوكي بيطيحني اوكي رجعت استامنا كفو عم تصمد على امه بوحده يا شيخ كفو الزبده لعنا شكله اخذنا ثلاثه من هذه قهر كان ودي انه كان ودي يصير عندنا زياده من هذا كيرنت بوزيشن 8 دقيقه خلينا نشوف احنا في اي مركز بشوف انا في اي مركز بس اصبروا شوي انا في اي مركز انا هنا اللي بعدي ذا لني والله لني شكله بيتفقع وجهه خلينا نشوف اصبر لا وقف اي واحدة اليوم والله تصدق من بنتقاتل مع مين ايه هذا سهل مرة سهل يلا دخلنا مع ذا لا والله ذا مو بسهل الله يقلع هذا روي صديقنا يا روي يا بطل مش دعوة يا اخي انا اعرف اختك زين وصديقتي صارت all damage done by your opponent is reduced by 20% ام القهر عنده حركة انه اذا كل ضربة اضربت 20% اقل هذا لاعبي مصاب الحين بعد يعني انا المفروض هذه ضربته 6 اللي قبل شوي هو يضربني 9 يا ابليسه يا روي ورع توني شاربين بيره مع بعض في البر شكلك يا ورع قسما بالله العظيم ما تعرف على اختك والله ما تعرف عليها يا الله على الانرجي انا قاهرتني مره رفع ضغطي الانرجي مره رفع ضغطي بغير هذه بحط هذه لانها انرجي اقل ورا ما يخلص الانرجي حقه هو يا روي يا بطل لا تفقع وجهي ترى خلاص انسى الموضوع ما يتعرف على اختك يا كلب يا ورع مستحيل اتعرف عليها بنزينها اصلا شينه مره شينه بعد قهر بيسقعني الحين واحده بموت والله بيسقعني واحده بموت يلا 1-2 اول بليال شكله بفوز عليه هو لو ما لمسني لمسه واحده بس يمكن افوز عليه شكله بيفقع وجهي والله ما اتعرف على اختك يا كلب يا ورع هذه وشي بعد انا احنا المركز الثامن يلعن ام القهر شوف روي صار الاول يا اخي المفروض خلونا نتحارب مع ذا يا اخي ذاك روي عله قهر يا اخي قهر هذه وش تسوي increase your accuracy and chance to avoid enemy attacks ابى ارفع امها استامنا هذه تخفف الضرر اللي يجيني او الدامج اللي يجيني الضربه اللي تجي يعني خلينا نرفعها نحطها 6 ذي 7 يمكن اليوم يوم الفايت لا ما ابغى ساين اب هنا يب next fight in 2 days هذه ما هذه مره قويه اللي تحت وين رايح اضغط على ذا هذه مره اقويه او مو مره اقويه احس ان لسه ما اقدر انا اتحارب معاهم ما ادري ليش اظن الحين انا متاكد في احد الكومنتس يقول لا والله انا وصلتها في 50 يوم اتزاحف عادي انا ماني مزاحف اوكي ميكس اوفيس اباندند وير هاوس جيم
قاعد اتاكد بس من الاماكن انا رحت لها كلها. البار خلينا نشوف البار في احد، يمكن في احد ما ادري. في تايلر هذا امام ميم والله خلينا نشوف اذا نقدر نتفاقع معاه ولا لا. والله خربوطه اللي عنده ذا، خلينا نفقع وجيهم وشوف ان شاء الله نقدر نفقع وجهه. تكفى ارحم امك لا تفشلني. هذا مو بتايلر ذا، هذا واحد اصلع تو كان عنده شعر. منو ذا؟ العلومه يا عبد الصمد تكفى. هالحركه قهرتني انا مره. بحط واحده رفسه. هذه زينه، هذه تكسر الرجل. هذه تكسر الرجل. تكسر الرجل معناته يقل شيء عنده بس ما ادري وش هو. والله تصدق ما ادري وش فايده كسر الرجل، ما اعرف. كفو 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 كفو. كومبو ال 14. اديله. لا 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 يرحم ابوك لا. اوكي ما اتوقع يفوز علينا ذا، يخسي هو صلعته ما اتوقع. لا ما اظن. لا لا بصمد انت احسن من كذا، احسن من كذا مره بعد. تكفى يرحم ابوك. اشوف ذا تايلر وش يعطينا اذا فزت على ذا. انقهر اذا انضرب يا شيخ يقهرني. كفو كفو يا عبد الصمد، والله انك رجال. اعطاني 4 قروش. لا خلاص تستسنا ماي سيلف. خلصنا. يستهبل ذا يبغاني مره ثانيه اسويها. انا وين كنت بروح؟ انا كنت بروح البيت صح. هنا وش فيه؟ اوه اليوم الفايت يا شيخ. نسينا الفايت. اليوم الفايت يا بطل. خلينا نشوف نتحارب مع مين. هذا لازم عاد يتفقع وجهه صدق. تكفى يرحم امك يا عبد الصمد. عاد اليوم كم فايت دخلت؟ يمكن 7 اظن، والله ما ادري كم واحد. لا عبد الصمد ما اتفقنا يعطيك كومبوز ما يصلح كذا. تعبه يا عبد الصمد، تعبه يرحم امك. ايش حاط هو هنا؟ وش ذا؟ خل نشوف وش ذا، ما ادري وش هو. حاط هنا if opponent's attack is successfully blocked your strength will grow اوكي هذا اذا صد الضربه حقتي يزيد strength حقه. شوف الورع غشاش ذا، هذا حط حركات سحر. عبد الصمد ايش دعوه؟ على اني رافع الاجيلتي حقي اللي لونه ازرق، الا انه قاعد ينضرب عبد الصمد، ما قاعد يوخر عن ضرباتي، يقهرني. والله يمكن هذه اتوقع انها قريبه مره انه يفوز علي، اظن يعني ما استبعد ترى عادي يعني عبد الصمد يسويها في النهايه يخدك ما عاد يسوي شيء. عنده حركات مره كويسه هذه اللي تدور هذه مره كويسه. عبد الصمد يا اخي ابطح امه ذا. ما يصير كذا يا رجال. يعني شو اسوي لك عبد الصمد؟ تجيب لك تشير ليدرز مثلا واحده تشجعك؟ اخلص. اوكي الراوند الخامس. ان شاء الله عبد الصمد قدها، عبد الصمد قدها. يعطيه رجل وبوكس، رجل وبوكس بالحنش يعطيه هنا. كفو واحده بس، واحده واحد. كفو يا بطل. اعطوني الحين صار عندي 13 قرش اقدر اشتري ذيك الحركه اخيرا هذه. But greater energy consumption. ما بمشكلة يا شيخة، بس انت خلص امنا، انا ابغى اشتري هذا اصلا ما بيك انت. اوكي عندنا بعد هنا فايت ثاني بعد يومين. احنا اي بوزيشن الحين؟ اي مركز؟ اوه قاعد نرقى. روي الورع اللي ما بتعرف اخته خلاص هو انت. وجهه هو واخته. اوكي موزز وصلنا لنهاية الحلقة، سوينا اشياء مرة كثير اليوم، ما ادري كم فايت دخلنا، 6 أو 7 فايتات اظن والله ما اذكر. من كثر والله ما اتذكر. نزمنا من روي الورع. هو اخته ما تعرف على اخته هونت خلاص. الحلقه الجايه لازم اشتري هذا الشيء اللي هنا اللي في حقه الحديد دي اللي ترفعها، لازم اشتريها عشان ازيد السترينث عندي في البيت بدل ما اروح الجيم. خلاص اسحب على ام الجيم. يبغى اي صح لعبنا فايت مع نينجا تمساح، والله اسم حلقه حلو ذي. المهم انا بوقف هنا ان شاء الله. المقطع مو طويله، بحاول اقلل مده المقاطع، احس انها ما صايره طويله مره. الله يعطيكم العافيه على الدعم اللي دائما تقدمون لي اياه. اذا عجبك المقطع لا تنسى تعطيني لايك، جدا جدا يساعدني وجدا يفيدني وفايدني بانه لا بس بيفيدني انه يعني احس انه والله الناس متحمسه على اللعبه، يعني متحمسه على المقاطع. الله يعطيكم العافيه، ان شاء الله نقدر نوصل لنهايه اللعبه في اقرب وقت، يعني ما ادري متى، يمكن على الحلقه السادسه ايزي كذا. بحاول اني اروح اجمع فلوس من غير تسجيل احسن، احس ما ادري. اشوفكم ان شاء الله في الحلقات الجايه. تيك كير، سمايلينج. Thank you.